قولي لي يا حكيمة، جودة منيحة؟ جلالتك شو بتتوقع؟ شو سبب هالدوخة؟ كانت عم تشتغل كل النهار، طلبت منها ترتاح بس هي ما بتسمع مني بالمرة. الملكة جودة لازم ترتاح، بس هي مانا مريضة. المعنى؟ مبروك إلكن، جلالتك رح تصير أب، وهلأ صار لازم تهتم فيها أكتر من الأول. يلا يا رب. أهلا وسهلا، تفضل بنتي جودة، لو سمحتي استريحي. طمنيني، كيف صرتي اليوم؟ الأمور كلها منيحة، بس محبتك لإلها خلتها عنيدة كتير، يعني لا بترتاح ولا بتسمع كلمتي ولا بتخليني كمان دير بالي عليها وعلى صحتها. القصة مو هيك شيخنا، هو بده يعني ارتاح طول الوقت وهو يشتغل. طيب انت قلي كيف بده تزبط انه الزوج هو يلي يشتغل؟ برأيك صح هالشي؟ اتنيناتكن معكن حق، بس انا في عندي حل بينهي المشكلة.